فريد الديب هيكون موجود ولا مش اكيد الكلام ده؟ والله يا فندم في تواصل يومي، وانا اصلا خريج مكتب الاستاذ فريد الديب، يعني استاذي وكنت بشتغل عنده من فتره طويله. استاذ فريد والدي في تواصل يومي بيني وبينه. ايوه هو موجود، هيبقى موجود في القضيه ولا لا؟ قولا واحدا. ايوه طبعا يا فندم. وامتن لهذا الرجل لانه قدم كل شيء ولم يتقاضى مني اي مليم ولم يتاخر ويذهب الى المحكمه ولم يقصر في اي وقت. أول تعليق من فريد الديب عقب صدور حيثيات إعدام محمد عادل قاتل نير أشرف. قال فريد الديب المحامي بالنقد أنه اطلع على حيثيات الحكم الصادر بالإعدام بحق محمد عادل في واقعة مقتل نير أشرف المعروف إعلاميا بطالبة جامعة المنصورة والتي أعلنت عنها جنية المنصورة اليوم عقب إرسال أوراق الدعوة إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحكمت المحكمة فيها بالإعدام شنقا. وأضاف الديب في اتصال هاتفي للمصري اليوم عقب صدور الحيثيات: اطلعت عليها صباح اليوم الأحد، والحيثيات مكتوبة بحرفية شديدة، ولكن سأكتب رأيي في مذكرة النقد وتقديمها إلى محكمة النقد عقب الاطلاع على محاضر الجلسات الخاصة بالمحاكمة، وستكون مذكرتي إلى المحكمة لاتخاذ المحكمة ما تراه بحق موكلي. وقال الفنان تامر عبد المنعم أن المحامي فريد الديب قبل الدفاع عن محمد عادل قاتل نير أشرف طالبة جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن الديب سينقض الحكم لوجود عورات وليس دفاعا للمتهم. وأضاف تامر عبر فيسبوك: كتير بيسألون عن موقف أستاذ فريد من قضية نيرة، وكتير بيكتبوا كلام في الهجايس، وده يدل على جهل شديد من عينة الأستاذ مرتضى